بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بفضل الله ومنه أتممنا بالأمس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله تعالى نأخذ صفة الوضوء والاغتسال والتيمم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلهي فضل الله سبحانه وتعالى حالي وحين صور نميني قابك النبي محمد تكنجر عليه الصلاة والسلام. حدنا وحان قد قلت دونا قابك ويسقاتك إيو قبيسك إيو قبيسك. من يعرف شروط الوضوء؟ يا قرنية شروط ويسقاتك. شروط الوضوء يا قرنية شروط ويسقاتك. نعم، تعرف؟ نعم. الأول الإسلام. مركبه الرئيس هو إسلامي ماذا؟ فلو توضأ الكافر وضوءه باطل. هذو قال هو يسقاطه ويسقاطك يسوف حين غني باطل. والثاني العقل، فلو توضأ المجنون فوضوءه باطل والسكران من باب أولى. قفك شدق اللباط وينو قفك لي هي مير مان إنه لي هي هذانو مان لحين أولي هي ويسقاطك يسوف صحيح. الثالث التمييز أي التفريق بين الأشياء. نعم، فإذا توضأ المميز فوضوءه صحيح. مدة سد هذا واحد ويان إنه الروح واحد كلا سوعي كرو دور الروح أشياء ذا كلا سوعي كرو ويسقاطك سوى صح. ثم النية، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. كذب واحد كحجة النية ذا نية ذا بوس كذا وقلبك أفق إن لو قد واقعي وبدعة. نعم، واستصحاب النية إلى أن تتم الطهارة، يعني لابد أن تكون النية من أول الوضوء إلى آخر الوضوء، يعني لا ينوي قطع الوضوء، يعني قطع النية في وسط الوضوء. نعم، نية روح الله إيمانية مركه ويسقات بلا بي الله إيمانية طهارة أول كذا إلى أي طهارة قدمات. نعم، انقطاع موجب الوضوء، لابد أن ينقطع موجب الوضوء، يعني لا يأتي بناقض من ناقض الوضوء وهو يتوضأ. شردك كلي وحو ويان وينو مشى كبحا وحي ويسد بريني، يعني مثلا هل يصح أن يتوضأ وهو يخرج منه ريح؟ لا، ينتظر حتى ينتهي هذا الناقض وهو خروج الريح مثلا هنا، ثم بعد هذا يتوضأ. نعم، صورة قلمتها هي يدو أي ريح كسعطة ينو روح ويسقاذا كرم ويسد وصعون كرتها يواميا إلا أي الروح ذو كردما، يعني الريح ذا لا يعفن والريح ذا حق الدمكة ماضي إلا أي كردماته مو يستغاذا كرم. وإذا كان هذا الناقض موجب للاستنجاء، يعني استعمال الماء أو الاستجمار استعمال الحجارة، لابد من الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء. نعم، ناقض كان لقوي سقادنا يهدئ ويهي متك يرى بمعنى استجاء بهان وكلا وكلية سحر ذي كذا وكلا وحاقصب أما بيد إن ليس قدقه أما إن لقح يوحي بوسك ذقلي كرا. نعم، خروج مثلا البول والغائط إذا انتهى من البول والغائط لا يستطيع التوضأ حتى يستعمل الماء أو الحجارة أو المناديل. نعم، هذه كسوة كتما دو صحرية كاذي وحا خصب إنه استجوده أما أبي استعماله أما رقحان استعماله أما تيشك يوحي بوسك قلي كرا. نعم، وكذلك إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني مثلا على أحد أعضاء الوضوء شيء من اطلاع الجدران أو المرأة تضع على أظافرها هذا ما يسمى عندنا بالمناكير، لابد إزالة هذه الأشياء قبل الوضوء. نعم، وحاقصب وحلا وحا شركة كهر استاغي كرا بيها إني قاران وإن لزوليو وحي شركة سارا مثال العصو قاضي دمرك وحي عديها مرسدان يوم مناكير بيوية قنان عديها مرسدان وإن لزوليا سي شركو بيهو قارو. نعم، وكذلك طهورية الماء وإباحته، يعني لا يصح أن يتوضأ بماء نجس أو بماء مسروق. نعم، سيدا سوق لوحا شردي إن يطاهرين بها لغو يسقاذن أيوه بيا النجاسة يبيا الصوحة ذي لغمو ويسيستو.